هو ده العنوان. اسمه ايه؟ فؤاد. عرفت اي حاجة تاني عنه؟ كان مسجون. كمل. عاطل، كل يوم بيسهر في بار في وسط البلد على علاقة بواحدة ألمانية من الستات العواجيز اللي بيجوا يقضوا شوية أيام هنا ويمشوا. يعني طلع بيتأجر تقريبا. طب روح انت بعد إذن حضرتك. طبعا مش هدخل الا اذا طلبت مني ده. طول عمرك بتحب تعيش الحياه الحلوه، ومع ذلك عمرك ما حسيتيها معايا. مبسوطة؟ على فكرة خلاص، أنا خلصت إجراءات الطلاق. حلو الحب، حلو، حلو إن الإنسان يعمل أي شيء، أي حاجة عشان يعيش ويفضل مع الإنسان اللي هو عايز يبقى معاه. بس لو كان الحب ده حقيقي لو ما دفعتوش الشهور اللي مكسوره عليكم انت وهو بره باب الشحه. هو انا كل ما اجي اسال عنه تقول لي مش هنا، هو بيسمع صوته يتبخر ولا ايه؟ طب وانا مستخبي جوه. هم عليهم كام؟ عليهم كام؟ قولوا له ياخد عليكم كام؟ وصلنا اخيرا. يلا بينا. يا عم امسك نفسك شوية. ما انا ماسك نفسي اهو. تحب اطلع معاك؟ لا مفيش داعي. ايه هنا فوق؟ امال هتروح فين؟ بقول لك ايه؟ ها؟ جليانة مسافرة بكرة. ايه؟ اه والله. امال مين هيدفع فلوس البار؟ تدور لنا على حد تاني. ها؟ شكل الحوار عجبك. أوي. يلا روح. اتكلم بكرة. ماشي. سلام. سلام. من فضلك أرجوكي.
أرجوك أنت بقى، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ من إيه؟ من إننا عايشين مع بعض كده على الهوا. أنت ما بتسألش عني خالص، أنت سألت عني طول النهار. طب بتجيب فلوس الخمرة منين؟ اوعى تقولي عنوتة. يوه تعالى هنا اقف وكلمني زي ما انا بكلمك. انت مش ملاحظة انك بقيت عصبية؟ وانت مش ملاحظ ان انا ما اكلتش اي حاجة من الصبح؟ مش انت قلتلي اهم حاجة نبقى مع بعض هي الدنيا وما فيها؟ مش عايزة اي حاجة منك غير اننا نكون مع بعض، نعيش الحياة مش نبقى كده. طب وانت عايزاني اعمل ايه؟ تدور على شغل، انت وعدتني تدور على شغل بس انت ما بتعملش كده. والله العظيم بعمل كده بس ما حدش عايز يشغلني، اول ما يعرف انا عندي سبق. ومين بيقول لهم ان انت كنت مسجون؟ انا ما ينفعش اكذب يا انا، عشان لو عرفوا من بره هيمشوني، فلازم اقول لهم ويشغلوني كده الدنيا هتتظبط. بقول لك انا تعبان وحاسس الدنيا بتلف بيا، انا داخل انام. يا صباح الفل، انا قلت انزل اظبط الفطار. خشي انت بس خدي شاور كده وانا هظبط الفطار والقعده. يلا مين اللي جاي على الصبح ده؟ ايه الاخبار؟ تمام. بقول لك ايه، في واحده عايزه واحد يقعد معاها 10 ايام، بولنديه عندها 70 سنه مش باين عليها خالص، مصلحه ما تسيبهاش. ماشي هاجي لك بعد العصر. لا يا ده عايزاك دلوقتي. خلاص بقول لك هاجي لك بعد العصر. هاجي لك بعد العصر، امشي بس امشي. اعتبريني الشيف بتاعك النهارده. ايه ده؟ انتي ما استحميتيش؟ ومعادك لو عاوز تنزل ممكن تنزل، وانا ممكن اعرف ايه الكلام اللي كان صاحبك بيقوله. شغل. شغل؟ انت اشتغلت؟ لا شغل اللي جابهولي أسامة. ماله الشغل؟ مش فاهمة. وأنا مش فاهم.